السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايزة منك نصيحة. يعني أنا زوجي تزوج عليا، وعايزة لك يعني عايزة حضرتك تدعي لي بالصبر وتنصحني بإيه يعني. أنصحك بتقوى الله وحسن الاستعانة به، وأن تسألي الله أن يصبرك، لأن الله قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. ثانيا، إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، هنيئا له من ابتلي فصبر. فأنت في ابتلاء يلزمك أن تكوني صابرة، والذي تخرجي منه من هذه الأزمة أن تخرجي أقرب إلى الله سبحانه. الله خير وأبقى، الله خير من الزوج وأبقى من الزوج وأبقى من الأب وأبقى من الأم. تبثي شكواك لله أن يلهمك الصبر، فلا تيأسي أبدا من رحمة الله أبدا، ولا تجري، هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى، ولعل فيه خير. بس يعني الحزن صعب معلش. كل ما هو انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وانت عارفين ان ايات الكتاب العزيز تدور على الثناء على الشاكرين والصابرين، ان في ذلك لايات لكل صبار شكور، صبار كثير الصبر، شكور كثير الشكر. والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شاكر فكان خيرا له. فنوصيك بالصبر، الصبر الصبر ضياء. ولا تستمعي كثيرا لكلام النساء، ولا تناقشي النساء في هذه الموضوعات، كل ما بك تنزليه بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله لن يضيعك الله ما دمت قريبة من الله. الله يبارك فيك.